بشكل واضح على مستوى هؤلاء اللاعبين، وماذا إمكانية الاعتماد عليهم، وماذا الانسجام مع فكر هؤلاء اللاعبين مع المدرب. أكيد أن أغلب العناصر من القسم الوطني يعني لا فكر مدرب محترف، أكيد أن المدرب عليه أن يرفع من قيمة هؤلاء اللاعبين. الثانية بمحاولات قليلة من كلا الجانبين، ربما هناك يعني كانت من حصل بالنسبة لفريق رجاء الرياضي الذي يستحق كل التنويه بخصوص العرض المقدم خصوصا في المباراة، لكن كما سبق وذكرت الأهم هو التتويج عفوا بهذا اللقب وود كرول لتجربة العديد من العناصر رجاء الرياضي بفريق شباب المسيرة في منافسات كأس العرش. نعود لتلك الجولة الثانية، نتابع بعض المحاولات رغم قلتها.